السلام عليكم ورحمة الله. كل ما يخص مادة الترجمة للمرحلة الرابعة. طبعا المرحلة الرابعة بها مادة اسمها ترجمة. هاي المادة بها كم يعني بعض المصادر وبعض الكتب، كل جامعة كل أستاذ يختلف. فإحنا جمعنا لكم يعني أغلب الكتب وأغلب الملازم المفيدة جدا. هذا الرابط اللي ناشرينه بقناتنا على تليجرام، راح انشر هذا الرابط ايضا، اخلي لك اياه بالوصف. هسه حاليا موجود بالوصف، تقدر تدخل على الوصف وتشوف هذا المنشور وتنزل هاي الملازم تشوفها. اذا عجبتك تختار وحده تسحبها وتقرا عليها. وصدقني الماده مو صعبه، بس تريد من عندك شويه هدوء وتبدي تقرا الماده وترتب جدولك، وصدقني راح تنجح بيها وتعين ان شاء الله وتخرج. يعني ان شاء الله احنا من كثر ما صار عندنا تعيين صعب قمنا نتمنى التعيين قبل التخرج، فإن شاء الله تتخرجون وتتعينون يا ربي. وتحياتي لكم إن شاء الله.